في عن الصدقة ممكن بيتين فقط. يقول اللي تفضلت للمحتاج في حاجة في حاجة وصاحب الفضل وانت بحاجة المادة لم يا سلام يلي تفضلت للمحتاج في حاجة وصاحب الفضل وانت بحاجة المادة يا سلام. زاد برصيدك نهار الحشر والحاجة محفوظ لك تاجده لو طالت المدة يا سلام. اجعل يدينك مع أهل البذل وهاجة وحبال جودك بدرب الخير ممتدة ما تنفق تاجده لا جيت محتاجه يوم القيامة رصيد قلبك يوده سلامك بيض الله وجهك. فهذه الساعة المباركة يعني كل منا يريد أن يستجاب دعاه وكل منا يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا يعني يكره صحبة